محمد سمير، محمد سمير واحد من جمهور النادي الاهلي. محمد سمير حصل له حادثه وهو راح يتفرج على النادي الاهلي، او هو راجع بعد مباراه النادي الاهلي. محمد سمير خلال الفتره اللي فاتت راح له كابتن سعد سمير، النهارده اعتقد راح له كابتن احمد فتحي، قبل كده الاستاذ محمد الجرحي اعتقد راح له، ايضا مجموعه كبيره جدا من اعضاء، الاستاذ محمد سراج راحوا له، مجموعه كبيره جدا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي راحوا لمحمد سمير، ومجموعه كبيره من اللاعبين راحوا ايضا لمحمد. هو يستحق الحقيقه. دايما هناك تفاعل كبير جدا جدا ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين لاعبيه ومجلس ادارته. خدوا بالكم، خدوا بال حضراتكم، الموضوع ده مهم جدا 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 من كل النواحي، ناحيه انسانيه، ناحيه اجتماعيه، كل حاجه. كل اللاعبين بتجدون مشاركين في كل شيء يخص النادي الاهلي او حتى اي حاجه فيها خير الحقيقه. فمحمد سمير شاب صغير كان راكب القطر، زي ما حضراتكم شايفين دي صورته، كان راكب القطر بعد مباراه اطلع بره وراجع ووقع، ويعني رجلين الاثنين الحقيقه تم بترهم. حاجه كانت صعبه جدا، ولكن الضحكه اللي حضراتكم شايفينها على وشه دي بسبب وجود عدد كبير من لاعيبه النادي الاهلي، من لاعبي النادي الاهلي، اولهم الحقيقه كان سعد سمير. قد ايه الولد او هذا الشخص كان سعيد جدا 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 بوجود سعد سمير. وسعد سمير كمان زي ما حضراتكم عارفين محمد صلاح واحد يظل دائما هو فخر لكل المصريين وفخر لكل العرب. محمد صلاح كلم محمد سمير في التليفون، قد ايه الفرحه اللي كانت جواه، قد ايه الفرحه اللي كانت مع اهله. حاجات كتيره حصلت للشاب ده بسبب حبه للنادي الاهلي. قد تكون اللي حصل في هذه الحادثه المؤلمه غيرت من حياه هذا الانسان او هذا الشاب الصغير. لكن ابتسامه الرضا واضحه جدا على وشه، راضي بقضاء الله. كل لاعبي النادي الاهلي بيؤازروا هذا الشاب الصغير، واعتقد ان يعني خلال الفتره القادمه هيظل دائما هذا الشاب دائما موجود في قلوب كل الاهلاويه. كثير من جمهور النادي الاهلي راحوا زاروا هذا الشاب في المستشفى. الولد تحس ان هو تغير تماما ما قبل، بعد ما حصلت الحادثه يعني، ودخل المستشفى لما شاف اللاعبين وشاف الاهتمام من اللاعبين وشاف الاهتمام من مجلس اداره النادي الاهلي وشاف الاهتمام من جمهور النادي الاهلي، قد ايه الموضوع اتغير بالنسبه له، قد ايه حس ان النادي الاهلي ده اسمه كبير قوي قوي قوي. الولد طبعا او الشاب حياته هتتغير الفتره اللي جايه، وده احنا كلنا عارفينه، ولكن ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي واقف في ظهره، كل لعيبه النادي الاهلي واقفين في ظهره، كل مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله يرجع في المدرجات ويشجع ناديه اللي بيحبه النادي الاهلي. الف سلام عليك يا محمد، وان شاء الله تبقى ترجع احسن من الاول كمان ان شاء الله ان شاء الله.